اجونس ليدرز ايموبيليير. اليوم جيتكم بجديد عن لوتيسمون في 17 لو. هذا لومبلاسمون تاعو يبعد 5 كيلومتر على جيني نيس في الحمامات. لومبلاسمون مزيان اونتوري بار دي فيلا. فوالا من هون يجي يبدا لوتيسمون تاعنا في الروي دو سيس. وهذا يعملو الفساد يعملو لونجل اللي هو 252 عندنا من هون في البلوك هذايا، وعندنا لو الاخر اللي هو جملي مع الفيلا هذايا. Emplacement mizyen, calme, bon voisinage, le baniment est موجود, des villas qui m'ont dit, à la خاطر اللي قلت لك les emplacements qui يبدو un petit peu vierge. L'avantage في البني انه باش يكون معناتها moderne, ما تكونش حاجه populaire. Voilà, حاجه قريبه برشا للياسمين, 5 كيلومتر معناتها ماشي بعيده بالكل, بالكهرباء متاع 7-8 مينوت. Emplacement حلو برشا, calme, les prix très raisonnables aussi. نحكيو على لي بري انتر 18000 ولا 33000. لافونتاج في هذا الكل انه انت اذا كان باش تبني 200000 ميم با تعمل فيلا افيك بيسين, تلقى روحك في 250-260000 عندك فيلا افيك بيسين اللي هو معناتها شو نقولوا ميزون سكوندير. واحد مش باش يحط فلوسه الكل باش يعمل ستاندينغ حلو وتيران غالي كيبدا في سنتر فيل ولا حاجه, باش يلقى روحه في 500000 و 600000. دونك سي سا لافونتاج. فوالا هذه فرصه ما ضيعوهاش, دي زوبورتينيتي ما يجيوش ديما. اتصلوا بينا نعاونوكم في اي انفورماسيون اخرى, ومرحبا بكم.